بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا فيكم اعزائنا الطلاب بالجزء الثاني من درسنا هذا اليوم. هلا نحن حناخذ شغله اسمها اولويه العمليات. نحن باولويه العمليات وقت يكون في عنا عده عمليات ضمن نفس التعبير الرياضي ضمن العمليه، يعني انا عندي سطر في جمع وضرب واقواس كذا، اول شيء بتخلص مما داخل الاقواس، اذا بتخلص من الاقواس. تاني شيء حسب ترتيب العمليات بتخلص من الضرب والقسمة، تمام؟ طبعا القسمة هي عكس عملية الضرب، يعني مثلا أنا عندي 5 ضرب 3 شو بيعطيني؟ 15، معناتها 15 تقسيم، إذا نقطتين فوق بعض، نقطتين فوق بعض يعني تقسيم، 15 تقسيم 3 بيعطينا 5. بعدين بتخلص أو بعد ما خلصت من الأقواس والجمع والقسمة بنتقل آخر شيء للجمع والطرح. طيب خلونا نشوف مثال. قال إذا كان عندي أنا -2 ضرب 3 زائد 4، إذا كان عندي -2 ضرب 3 زائد 4، لاحظ إنه أنا عندي ضرب وبنفس الوقت عندي جمع، مين بساوي أول شيء؟ اللي بساويه هو الضرب، لأنه الأولوية لعملية الضرب، -2 ضرب 3 بيعطينا -6، وبتنزل الزائد 4. هلا -6 زائد 4 بيعطينا -2. شوف مثال تاني. لاحظ هلا هون عندي ضرب طرح ضرب، فأول شيء بساوي هذا الضرب وهذا الضرب، 2 ضرب -4 بيعطينا -8، -2 ضرب 3 بيعطينا 6، هلا -8 -6 بيعطينا -14. شوف مثال تاني. إذا كان عندي -2 -4 ضرب -2، منلاحظ إنه في عندي عملية طرح وعملية ضرب، مين بتساوي أول شيء؟ عملية الضرب، فبصير معك -2 بتنزل مثل ما هي. هلا -4 ضرب -2 يعني +8، -2 زائد 8 بيعطيني +6. مثال بعده، عندي 5 ضرب -2 زائد 2 ضرب -3 يساوي قديش؟ 5 ضرب -2 بيعطيني -10، +2 ضرب -3 بيعطيني -6. هلا -10 -6 يعني -16. مثال بعده، 6 ضرب 3 -4 ضرب -3، 6 ضرب 3 بيعطينا 18، -4 ضرب -3 بيعطيني +12، 18 زائد 12 بيعطينا 30 وليس 10، 30. مثال بعده، عندي -6 ضرب -5 زائد 2 ضرب 6 -2 ضرب 3 يساوي قديش؟ -6 ضرب -5 بيعطيني -30، +2 ضرب 6 = 12، -2 ضرب 3 يعني -6. هلا +12 -6 يعني +6، وهون عندي +30، +30 + 6 فبيعطينا +36. مثال بعده، عندي -3 ضرب -2 زائد 6 -2 ضرب -4 يساوي قديش؟ -3 بـ -2 يعني +6، +6 بتنزل هاي، -2 ضرب -4 يعني +8، 8 و 6 14 14 و 6 في الجواب 20 أو +20. سؤال بعده، عندي -4 ضرب 3 -2 ضرب 5،
إذا مثل ما قلنا أول شيء بخلص من القوس بعدين بضرب، فالناقص 4 بضل على حالها. هلا الثلاثة بتنزل، بضرب 2 ضرب 5 يعني 10. هلا ناقص 4 ضرب 3 ناقص 10 يعني ناقص 7. هلا ناقص بالناقص زائد 4 ضرب 7 فالجواب 28. السؤال اللي بعده، عندي ناقص 5 زائد 3 ضرب 13 ناقص 2 ضرب ناقص 3 يساوي قديش؟ ناقص 5 بتضل على حالها زائد 3 ضرب كمان بتضل على حالها، ما بجمع بيناتهم لأنه في ضرب هون، إذا أول شيء بخلص من الضرب. هلا بيجي لجوات القوس، 3 ناقص 2 ضرب ناقص 3 يعني زائد 6، بصير معنا ناقص 5 زائد 3 ضرب 13 زائد 6 هو 18. هلا 18 ضرب 3، 10 ضرب 3 30، 8 ضرب 3 24 يعني 54. فإذا ناقص 5 زائد 54 8 ضرب 3 إذا 24، 10 ضرب 3 30 19 هيئتني، 13 زائد 6 19، فعشرة ضرب 3 يعني هي بتصير 57. 57 ناقص 5 فجواب 52. سؤال بعده، عندي 16 ناقص 2 ضرب 4 ناقص 4 ضرب 4 زائد 4. هلا 16 بتضل على حالها، ناقص 2 ضرب 4 مع 4 8، 4 زائد 4 8 ناقص 4 ضرب 4 يعني ناقص 16. فبصير معي 16 ناقص 2 ضرب 8 ناقص 16 يعني ناقص 8، بصير معنا 16 ناقص 2 بناقص 8 يعني زائد 16. 16 زائد 16 بيعطينا 32. سؤال بعده، 8 ناقص 2 زائد 3 ضرب 6 ناقص 2 ناقص 3. إذا بخلص من هذا القوس ومن هذا القوس بعدين بضرب الاثنين ببعض، 8 ناقص 2 6 زائد 3 بيعطينا 9، ضرب 6 ناقص 2 4 ناقص 3 1 يعني 9 ضرب 1 فجواب 9. باقي التمارين بالصفحة رقم 5 وظيفة. نجي هلا لفكرة تانية، قال نحنا وقت يكون أنا عندي 5 ضرب 3 هاد شو بيعطيني؟ هذا بيعطيني 15. إذا 5 ضرب 3 هي 15. طيب 15 تقسيم 3 بيعطيني 5، ليش؟ لأنه هذا موجب وهذا موجب، موجب على الموجب موجب، 15 تقسيم 3 5. طيب سالب 15 تقسيم سالب 3 ناقص مع ناقص بتصير زائد 15 تقسيم 3 5. طيب ناقص 15 على زائد 3 ناقص على الزائد ناقص 15 على 3 5. طيب إذا كان عندي زائد 15 على ناقص 3 موجب على السالب موجب، 15 تقسيم 3 5. خلونا نشوف شوية أمثلة. قال إذا كان عندي 12 على 3 زائد 8 على 4، 12 تقسيم 3 4، 8 تقسيم 4 2، ف 4 زائد 2 6. مثال تاني، 15 تقسيم 3 ناقص 4 تقسيم 2 يساوي قديش؟ 15 تقسيم 3 5 ناقص 4 تقسيم 2 2، 5 ناقص 2 جواب 3. سؤال بعده، 48 على 4 زائد 21 على 3 ناقص 10 على 5. 48 تقسيم 4 12، 21 تقسيم 3 7،
وعشرة تقسيم خمسة اثنين. 12 ناقص 2 10 زائد 7 فالجواب 17. لاحظتوا بلشت استعجل شوي لانه صرنا شاطرين بالحسابات. مثال بعده 42 تقسيم 6 ناقص 20 تقسيم 4 زائد 18 على 6. 42 تقسيم 6 8 8 ولا 7؟ 7. 20 تقسيم 4 5. 18 تقسيم 6 3. 7 زائد 3 10 ناقص 5 فالجواب 5. وباقي التمرينات معكم بهي الصفحة وظيفة. صفحة 6. طبعا هي الوظيفة لبكرة، افترض انا توصلني الرسائل خاصة على بتبعتولي اياها على الخاص على حسابي الشخصي، بتبعتولي رسائل، ما بتبعتولي اياهم صورة صورة، بتصوروهم كلهم على يعني بتصور انت بتحل. طبعا الحل على الكتاب ممنوع، الكتاب تشتريه نظيف اخر السنة بده يضل نظيف. الحل تشتري دفتر للحل وبالقلم الأزرق مو بالقلم الرصاص. نحن ما لنا أولاد صغار لنحل بالقلم الرصاص، هي العادة موجودة عند الأتراك، وعادة أنا برأيي يعني مع احترامي لأخوتنا الأتراك غبية جدا. يعني نحن كبار وعم نحل الرياضيات، نحن ما لنا طلاب بصراحة مثلا أدبي عم ندرس محاماة أو عم ندرس مثلا أدب إنجليزي أو أدب تركي أو حتى أكتب برصاص. نحن طلاب رياضيات بنكتب بالقلم الأزرق الناشف، وقلم أزرق سائل كمان، قلم أزرق ناشف. بتصورهم كذا صورة مع بعض وبعدين كلهم هيك بتبعت لي اياهم على حسابي الشخصي. ما ببعت لي الوظيفة غرامة 5 ليرات. 5 ليرات تكة وحدة هيك بتكو 5 ليرات الغرامة. بدي زنقل من هون لآخر الدورة. نشوف خاصية جديدة. قال أنا إذا كان عندي عدد ضرب x زائد y، a ضرب x زائد y. هي الخاصية اللي عم ناخدها هلا اسمها خاصية ضرب توزيع الضرب على الجمع. اذا خاصية توزيع الضرب على الجمع يعني انا بحق لي اضرب ال a ب x، مو بحق لي غصبا عني، و ب y. يعني بصير معنا A ضرب X زائد A ضرب Y. إذا شو اسمها هي الخاصية؟ خاصية توزيع الضرب على الجمع. توزيع الضرب على... شوف مثال. إذا كان عندي 2 ضرب X ناقص 2 زائد 3 ضرب X. شوف بوزع أنا الاثنين على X وعلى ناقص 2. 2 ضرب x 2 x، 2 ضرب ناقص 2 ناقص 4 زائد 3 x. هلا اللي فيه اكسات بجمعه لحال، 2 x زائد 3 x يعني 5 x ناقص 4. فإذا الجواب 5 x ناقص 4. شوف مثال تاني. إذا كان عندي 2 x ناقص 3 ضرب 4 ناقص x. هلا 2x بتضل على حالها، الناقص 3 بوزع عند الأربعة ولعند الناقص 2 ناقص x، فبصير ناقص 12 زائد 3x. 2x زائد 3x يعني 5x ناقص 12. هيك هذا هو الجواب. شوف مثال 6 ناقص 3 ضرب 2 ناقص x زائد 5x. 6 ناقص 3 ضرب 2 ناقص 6 ناقص 3 ضرب ناقص x زائد 3x زائد 5x. 6 مع 6 بتروح 3x زائد 5x فجواب 8x. باش كمثال ناقص 9a ناقص 2 ضرب a ناقص 2 ناقص 3 ب 3 ناقص A.
يساوي قديش. هلا ناقص 9 a بتضل على حالها، ناقص 2 ب a يعني ناقص 2 a، ناقص 2 ب ناقص 2 يعني زائد 4، ناقص 3 ب 3 يعني ناقص 9، ناقص 3 ب ناقص a يعني زائد 3 a. هلا عندي هون ناقص 11 a زائد 3 a يعني ناقص 8 a زائد 4، مو زائد 4 ناقص 9 يعني ناقص 5. مثال بعده، 5 ناقص 2 ضرب 6 ناقص a ناقص 3 ضرب 1 ناقص 2 a يساوي قديش. هلا الخمسة بتضل على حالها، ناقص 2 حوزعها لهون ولهون، ناقص 2 ضرب 6 يعني ناقص 12، ناقص 2 ضرب ناقص a يعني زائد 2 a، ناقص 3 ب 1 يعني ناقص 3، ناقص 3 ب ناقص 2 يعني زائد 6 a، زائد 6 a زائد 2 a يعني زائد 8 a. هلا 5 ناقص 12 يعني ناقص 7، وناقص 3 يعني ناقص 10، أو 8 a ناقص 10 نفس الشيء. مثال بعده، عندي 12 على 3 ب 4 ناقص x ناقص 2 ب x زائد 1 يساوي قد ايه؟ أول شيء بقسم 12 على 3، 12 تقسيم 3 فيها ب 4، ب 4 ناقص x ناقص 2 حوزعها لهون ولهون، ناقص 2 ب x يعني ناقص 2 x، ناقص 2 ب 1 يعني ناقص 2. 4 ضرب 4 16، 4 ضرب ناقص x يعني ناقص 4x، ناقص 2x ناقص 2، 16 ناقص 2 يعني 14، ناقص 4 ناقص يعني ناقص 4x ناقص 2x يعني ناقص 6x. باقي الأمثلة بهي الصفحة وظيفة، إذن باقي الأمثلة بهي الصفحة وظيفة. نجي هلا للفكرة اللي بعدها. قال نحن من شوي قلنا انه a ضرب x زائد y، شو عملنا؟ وزعنا الضرب على الجمع، يعني سويناه a ضرب x زائد a ضرب y. هلا في شغلة، العملية المعاكسة لها هي اسمها اخراج عامل مشترك. لاحظ هون في عندي عامل مشترك اللي هو ال A، ففيني طلعه لبرا، شو بيصفى هون؟ راحت ال A بيصفى X، وهون شو بيصفى؟ Y. اذا عكس عملية توزيع الضرب على الجمع هي عملية الاخراج عامل مشترك. طيب مثلا لو كان عندي AX زائد BX زائد X وبدي أخرج عامل مشترك، شو في عامل مشترك بهدول الحدود الثلاثة؟ في عنا الـ X مشتركة موجودة هون وهون وهون، فأطلع شغلة مشتركة بتروح. لاحظ هون شو صفي A وهون شو صفي B. هلا هون نعم ما صفي شيء، ما بحط صفر بحط واحد. مثلا لو كان عندنا مثال 3x زائد mx، شو في عندنا شيء مشترك هون؟ عندنا الx مشتركه، فبطلع الx عامل مشترك، شو صفي هون؟ 3، شو بيصفى هون؟ m. شوف مثال ثاني، اذا كان عندي a ضرب y زائد b ضرب y ناقص y، شو في عنا شيء مشترك طالعه؟ في عنا ال y عامل مشترك، هون شو بيصفى؟ a، هون بيصفى b، وهون بيصفى واحد. طيب شوف مثال تاني، اذا كان عندي x مربع ضرب y زائد y مربع ضرب x، شوف عزيزي الطالب المحترم،
اكس زائد اكس بيعطيني 2 اكس، اكس ضرب اكس شو بيعطيني؟ احسنت يا ابني، اكس مربع. شو لوين بدي ارجع يا ابني؟ هي رجع الكتابة، قلنا الكتابة بعد الدرس اذا عم تكتب يعني. طيب اكس ضرب اكس ضرب اكس شو هاد؟ هاد اكس مكعب. اذا اكس ضرب اكس ضرب اكس هاد شو؟ هاد اكس مكعب. فبنجي لهون، عندي اكس مربع ضرب واي، اكس مربع يعني اكس ضرب اكس ضرب واي، وهون واي مربع يعني واي ضرب واي ضرب اكس. ضرب شو؟ ضرب اكس. شو الشيء المشترك عندي؟ عندي اكس واي هون واكس واي هون، هدول مشتركين، فبطلع اكس واي. شو صفي؟ هون صفي اكس، وهون شو صفي؟ واي. شوف مثال تاني، عندي اكس مكعب ضرب واي مربع زائد اكس ضرب واي مكعب. الطريقة السريعة احسن ما اكتب اكس ضرب اكس ضرب اكس ضرب واي ضرب واي زائد اكس ضرب واي ضرب واي ضرب واي مثل جدبان وعدهم، قال بشوف هون الاكس وبشوف هون الاكس هون، شو اصغر اس؟ هذا اسمه اس، هذا اسمه اس. شو اصغر اس؟ هو طبعا وقت ما بيكون مكتوب الاس يعني الاس واحد، فالاصغر هو اكس، معناته هون شو صفي عندي؟ 2 اكس اس 2، وهون شو صفي؟ بدل اكس ما صفي شيء. طيب بتطلع هون عندي واي مربع واي مكعب، مين الاصغر؟ الاصغر هو الواي مربع، معناته هون ما صفي واي ابدا، لكن هون صفي واياي وحده، بطرح الاس. طيب نشوف المثال اللي بعده، عندي 6 ضرب اكس مربع ضرب واي مكعب زائد 8 ضرب اكس اس 4 ضرب واي مربع. تمام، هلا 6 هي 2 ضرب 3 ضرب اكس مربع ضرب واي مكعب، الثمانية هي 2 ضرب 2 ضرب 2، هي العملية اسمها عوامل أولية بنحكي عنها بعدين، ضرب اكس اس 4 ضرب واي مربع. لاحظ هون عندي مبدئيا من حيث الأعداد عندي الاثنين مشتركة، طلع قبل ما طلع ثواني شوي بحط القوس هون، بلاحظ هون عندي اكس مربع وهون اكس اس 4، فبطلع الاكس مربع، هون عندي مكعب وهون عندي مربع، فبطلع الواي مربع. تمام ابي؟ المهم هون شو صفي من الاعداد؟ 3، الاكس مربع طلعت مثل ما هي معناتها ما عاد في اكس ابدا، بس الواي مكعب طلع منها واي مربع معناتها بيصفى واي وحده. تمام، هون من هالاثنينات هي طلعت 2 وحده، فبيصفى عندي 2 ضرب 2، الاكس اس 4 طلع منها اكس اس 2 معناتها بيصفى اكس اس 2، الواي مربع طلع منه واي مربع فما بيصفى واي ابدا، معناتها الجواب 2x مربع ضرب واي مربع ب3y زائد 4x مربع. قبل ما نكمل حكينا بهالفقره هاي، هنحكي عن شغله اسمها
الأعداد الأولية. شو هي الأعداد الأولية؟ الأعداد الأولية هي الأعداد اللي بتقبل القسمة على حالة وعلى الواحد فقط. مثلا الاثنين بتقبل قسمة على الاثنين وعلى الواحد فقط، ما بتقبل قسمة على ثلاثة مثلا. لذلك الاثنين عدد أولي. الثلاثة أيضا بنلاحظ أنه بيحقق الشرط، لذلك هو عدد أولي. الأربعة بتقبل القسمة على حالة وعلى الواحد وأيضا على الاثنين، لذلك الأربعة ليست عدد أولي. الخمسة عدد أولي. الستة تقبل قسمة على حالة وعلى الواحد وأيضا تقبل قسمة على ثلاثة وبتقبل قسمة على اثنين، معناتها ما لها عدد أولي. السبعة عدد أولي. ليش؟ لأنه بس بيقبل القسمة على حاله، يعني على السبعة وعلى الواحد. معناتها العدد الأولي هو العدد الذي يقبل القسمة على نفسه وعلى نفسه وعلى الواحد فقط. هذا اسمه عدد أولي. طيب، في شغلة تانية، إنه وقت يكون عندي أنا عدد مثلاً مثل 24 بدي حلله لعوامله الأولية. شو يعني أنا حلل العدد إلى عوامله الأولية؟ يعني شوف، هو حاصل جداء أعداد أولية. يعني شو هو؟ يعني شلون طلع ال 24؟ شو بنعمل؟ بنجي بنحط خط. ال 24 بقسمها على أصغر عدد أولي. شو هو أصغر عدد أولي؟ هو الاثنين. يقبل القسمة؟ يقبل. 24 تقسيم 2 12. هلا 12 بيجي بقسمها على أصغر عدد أولي، هو الاثنين. يقبل القسمة؟ يقبل. لذلك 12 تقسيم 2 6. 6 هلا رد بقسمها 2 بيطلع معي 3. 3 بيجي بقسمها على أصغر عدد أولي 2، ما بيقبل. بعدين بيجي العدد الأولي اللي بعده 3، قسم 3 على 3 بيطلع معي 1. متى ما وصلت للواحد بوقف. معناتها ال 24 فعليا هي 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 3. إذا هي العملية اللي عم بعملها أنا اسمها عملية تحليل العدد إلى جداء عوامل أولية. شايفين؟ هدول كلهم اسمهم عوامل أولية، كل أعداد أولية. مثلا لنفترض أنا عندي 110. 110 بدي حللها لعواملها الأولية، لجداء عوامل أولية. بقسم 110 على 2، تقبل؟ تقبل، بيطلع معي 55. هلا 55 بيجي بقسمها على 2، بتقبل؟ لا. طيب، بيجي العدد الأولي اللي بعده 3، بقسم 55 على 3، بتقبل؟ لا. بيجي على العدد الأولي اللي بعده اللي هو الخمسة، 55 تقسيم 5، بتقبل، بيطلع معي 11. هلا 11 تقسيم 5، ما بيقبل. بشوف العدد الأولي اللي بعده 7، بيقبل؟ لا. العدد الأولي اللي بعده 11 تقسيم 11 1. إذا وصلت لعند الواحد بوقف. معناتها ال 110 هي حاصل جداء 2 ضرب 5 ضرب 11. إذا هي العملية اسمها عملية تحليل العدد إلى جداء عوامل أولية. فوقت يكون عندي أنا مثل المثال التالي 12a مكعب ضرب b أس 4 ناقص 20a مربع ضرب b مكعب. لاحظ ال 12 شو عواملها الأولية؟ 2 ضرب 2 ضرب 3 ضرب A مكعب ضرب B مكعب. ال 20 شو عواملها الأولية؟ 2 ضرب 2 ضرب 5. حللها وشوف، هيك بيطلع معك ضرب A مربع ضرب B مكعب. بلاحظ إنه عندي 2 2 فبطلع 2 لبرا. A مكعب A مربع فبطلع A مربع. B مكعب B، لا هي B أس 4، هي نقلتها غلط أنا. B أس 4 B أس 3 فبطلع B أس 3 وبفتح قوس. هلا هدول راحوا وراح A مربع، مبدئيا بتنزل 3 ضلت،
وبتنزل A وبتنزل B. هدول راحوا بيصفى عندي خمسة، ال A مربع راح وال B مكعب راح، فبيصفى فالناتج 4A مربع B مكعب بثلاثة AB ناقص خمسة. AX مربع زائد A مربع X ناقص AX. هلا هون عندي AI واحدة بتطلع، شايفين؟ A أس واحد، A أس اثنين، A أس واحد، معناتها A أس واحد هي العامل المشترك. عندي X مربع X X، معناتها ال X واحدة. هون شو صفي؟ صفي فقط X. هون صفي A وهم صفي واحد. طيب عندي هلا A ضرب X ناقص Y زائد 4 ضرب X ناقص Y. لاحظ هالمرة انه انا عندي قوس عامل مشترك، قوس مو عدد ولا حرف، اذا عندي قوس، فبطلع القوس عامل مشترك. شو صفي عندي هون؟ A فقط، وهون صفي عنا 4. طيب هلا حابب اقول لك قاعدة، إذا كان عندي A ناقص B أنا بحق لي أكتبها B ناقص A، بشرط إنه طلع ناقص عامل مشترك، تمام؟ إذا الـ A ناقص B فيني أقلبها تساوي B ناقص A بس تطلع ناقص عامل مشترك، هيك بكتبها. إذا خلونا نشوف المثال التالي. قال إذا كان عندي 3 ضرب X ناقص Y، إذا 3 بX ناقص Y زائد 5 بY ناقص X. لاحظ إنه هذا القوس هو عكس هذا القوس، فإذا بدي ساوي نفسه عشان طالعه عامل مشترك شو بعمل؟ قال بطلع ناقص عامل مشترك، فبتصير هاي الإشارة ناقص 5 وبيقلبوا هدول بيصيروا x ناقص y. طلع هلا ال x ناقص y عامل مشترك، فبيصفى عندي 3 ناقص 5، 3 ناقص 5 يعني ناقص 2. هلا بالكتاب شو عاملين؟ مفوتين الناقص مرة تانية ومخلين 2 برا. طالما فوتوا الناقص فشو بصير فيهم هدول؟ بيقلبوا بصير y ناقص x. شوف المثال بعده. عندي a ضرب x زائد y ناقص b ضرب x زائد y. قال هون فيني طلع ال x زائد y القوس كله عامل مشترك، بيصفى عندي a ناقص b. طيب عندي 4 ضرب a ناقص b مربع، القوس مربع، زائد 5 ضرب a ناقص b القوس مكعب. لاحظ انه هالمرة عندي قوس بس مرة تربيع مرة تكعيب، فبطلع الأس الأصغر عامل مشترك. شو بيصفى عندي؟ بيصفى عندي فقط هون 4 وهون 5 ضرب قوس A ناقص B.
هيك اذا التمرينات بالصفحة 8 باقي التمرينات بيكونوا عنا وظيفة. تمام؟ باقي التمرينات بالصفحة بيكونوا عنا وظيفة. اكتبوا لي اسمعكم بعد اذنكم. اعطونا اسمعكم. وين القلم؟ تمام. اذا هيك بيكون انتهى درسنا لهذا اليوم. بتمنى تحلوا الوظيفة، ما تنسوها، ما بدي اقبض مصاري كتير. هلا هو يفضل ما تحلوا تحل، يعني مش انا اقبض مصاري وما اقبض، بس يعني كمان يعني لا يموت الديب ولا يفنى الغنم، مرة حل مرة لا تحل، مشان مرة اقبض مرة لا، خمس تيرات. تمام، بتمنى لكم التوفيق، الى اللقاء ان شاء الله في الدرس القادم.